مساء الخير على حضراتكم مشاهدي قناة On Time Sports 2 وحلقة جديدة من برنامجكم ملاعب الأبطال وكل ما يدور في الرياضة المحلية العربية وأكيد كمان العالمية. شعارنا دايما ملاعبنا كتير وأبطالنا أكيد أكتر. الفترة اللي احنا فيها دلوقتي فترة توقف تام للنشاط الرياضي، طبعا مفيش مسابقات، مفيش بطولات، مفيش اي تدريبات، ودي فتره مثاليه الصراحه علشان نحسم ملفات كتيره قوي مطروحه على الساحه الرياضيه المصريه واللي كانت تايهه ممكن نقول كده وسط زحمه البطولات والاستعدادات ومشاكل الابطال اللي دايما مستمره ومفيش اي فتره راحه ما بينها، دايما المواسم كلها داخله في بعض فمفيش وقت كده نقف ونهدى ونبص ايه الحاجات اللي ناقصه في كل اتحاد وفي كل رياضه. استفدنا طبعا بفتره التوقف وان في خطط اتعملت للمرحلة اللي جاية، خطط علشان ما بعد الكورونا، ودي طبعا حدث استثنائي لم يكن في الحسابات، علشان كده كان محتاج برنامج اعداد خاص وافكار لما يكون في انتهاء ان شاء الله من وباء كورونا على خير نقدر نبص لها. طيب عندنا ملفات تانية، اكيد في ملفات كتيرة جدا، منها صيانة الملاعب مثلا، الصلاة في الاندية ومراكز الشباب، ايه اللي تم فيها واستفدنا من فترة التوقف الطويلة دي في اعمال الصيانة ازاي اللي كانت متوقفة بسبب استمرار النشاط طبعا الرياضي بدون اي فترة راحة. الاندية ومراكز الشباب اللي ما عملتش الصيانة ليه ما خدتش الخطوة دي؟ يا ترى تقصير منهم ولا عشان ما فيش إمكانيات مالية؟ وطبعا توقف النشاط اتسبب في زيرو دخل للأندية اللي بتعاني من نقص الموارد المالية. طيب هنحل أزمتهم المالية دي إزاي؟ والأفكار اللي ممكن تخلينا نضمن موارد دخل ثابتة للأندية ومراكز الشباب دي. نقطة تانية، في ملفات اعتماد جمعيات عمومية اتعملت من سنة 2019 متوقفة في وزارة الشباب والرياضة، حصل فيها ايه؟ ملف رفع الأثقال اللي اتكلمنا عنه كتير امبارح، طبعا كان في كلام باستفاضة أزمته لسه أكيد مطروحة على الساحة، هل هيتم رفع الإيقاف ولا لأ؟ كلنا طبعا منتظرين خطوات الطعم علشان نشوف إيه اللي هيحصل فيها. وملف استضافة مصر لنهائيات كأس العالم لكرة اليد وبناء صالات جديدة، إجراءات كتيرة طبعا حصل فيها إيه في الفترة دي، النهاردة كمان هيكون لنا فرصة نقرب أكتر من النقطة دي. اتحادات فشلت في التأهل لأولمبيكس طوكيو زي الكرة الطايرة وكرة السلة، ناقشنا إيه في الأسباب إزاي نطورها في الفترة اللي جاية. ملفات كتيرة جدا الصراحة، أعتقد أن وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية لازم يكونوا استفادوا من فترة التوقف الطويلة دي وفتحوا ملفات كتيرة جدا. ليه بنقول الكلام ده؟ لأننا خلاص على أبواب رجوع النشاط الرياضي من منتصف الشهر الحالي، وما نتفاجئش أن في حاجات ما اتعملتش وكان لازم تتعمل، وأن الفترة دي عدت بدون فايدة ونلف حوالين نفسنا. أتمنى أن نكون استفدنا كويس وجاهزين للي جاي علشان ما نقفش ونلاقي مشاكل. كل هدفنا طبعا عودة النشاط الرياضي بخير وسلام على كل الرياضيين بإذن الله، ولكن كمان توقف كان طويل جدا جدا، ممكن سلبياته كتير، ولكن أكيد لو بصينا على نقطة حتى تطوير الملاعب وبنية تحتية كان في وقت كبير جدا جدا، ممكن مسؤولين كثر داخل الاتحادات تكون ليهم فرصة أنهم يقفوا ويبصوا إيه اللي ممكن يطوروه ويشتغلوا عليه. ده اللي احنا بنتكلم فيه، خلاص يعني الوقت تقريبا عدى، اللي احنا بنتكلم إن شاء الله لو الخطة مشيت زي ما تم الإعلان من منتصف الشهر الحالي هيكون في صعوبة إن حد يكون بيعمل حاجة كبيرة، ولكن لسه في وقت لو أنت هتعمل حاجات ورقية لا ممكن اتحادات تبتدي تبص في ملفات سابقة وتحاول تفتح وتطور وتشتغل على نفسها وتبص إزاي الفترات اللي جاية ممكن تكون بتحل مشاكل عدت بيها وأزمات إزاي ممكن تتفاداها إن هي تتكرر. النهارده هنتكلم باستفاضه عن واحده من اقرب الرياضات لقلبي، كره اليد المصريه، والصراحه اللي ليها باع كبير جدا في البطولات والانجازات، ودائما وابدا بنشير الى الاتحاد المصري لكره اليد اللي هو من الاتحادات الناجحه جدا، مش اتحاد واحد او مجلس واحد هو اللي نجح، بل هي سلسله اتحادات بتسلم بعض، مفيش حد بيجي يهدم على اللي قبله، كله بيكمل المشوار، والصراحه دي ممكن تكون من المشاكل اللي بنتابعها في بعض الاتحادات اللي بيبقى جاي عايز يثبت ان اللي قبله ده فاشل، فيلا نشطب على كل حاجه عملها ونغير كل حاجه غير النظام، ولكن ده مش بيحصل الحمد لله في كرة اليد المصرية، وده أكيد من الأسباب التفوق الكبير جدا، من الأسباب إن احنا عندنا منتخب الشباب والناشئين والمنتخب الأول كلهم أقوياء وكلهم بيحققوا نتائج فوق التوقعات ودايما مبهرة في المحافل الدولية الكبرى، فالنهارده هيكون لنا فرصة نعرف إيه اللي بيحصل بقى داخل المطبخ في كرة اليد المصرية وكمان الاستعدادات للفترة اللي جاية. الكابتن عبدو عبد الوهاب عضو مجلس إدارة اتحاد كرة اليد والمشرف على كرة اليد
اليد النسائية اللي هيكون عندنا أكيد كلام كتير مهم جدا فيه، وليه ما فيش منتخب أول للسيدات وملفات تانية بتخص أكيد كرة اليد المصرية ومونديال 2021 اللي إن شاء الله مصر هتكون بتستضيفه في يناير اللي جاي، وبنتمنى إن هو يكون أفضل مونديال لكرة اليد. هيكون كمان فيه صعوبات كتيرة بالنسبة لمصر وبالنسبة للتوقيت الحالي، ولكن إن شاء الله إحنا قدها وقدود. هيكون كمان عدد المنتخبات اللي بتشارك كبير عن كل المقارنات في المونديالات اللي قبل كده. مصر هتكون بتستضيفه لوحدها، دايما هنشوف في المراحل اللي جاية بلدين بيستضيفوا المونديال لكرة اليد، ولكن إن شاء الله هنقدر نقدم وكالعادة شكل جيد جدا لما مصر بتكون مسؤولة على تنظيم بطولات كبرى. عمرها الصراحة ما خلفت الوعد، عمرها ما كانت مش قد المسؤولية، وشفنا خير تمثيل لتنظيم مصر للبطولات الكبرى من كأس أمم أفريقيا لكرة القدم المنتخب الأول والمنتخبات الأولمبية. فالصراحة عندنا يعني سي في محترم جدا بإذن الله للاتحاد المصري لكرة اليد، طبعا بمساعدة اللجنة أو بمساعدة وزارة الشباب والرياضة وتحت إشرافها نكون بنقدم شكل رائع جدا جدا، وكل الجهات المعنية إن هي تكون بتساعد على ظهور البطولة دي بشكل مميز، يكون الكل بإذن الله على قد التوقعات وفي الموعد. سؤال حلقتنا النهارده يعود بقى يعني اختلاف في الاراء، واكيد هيكون لينا فرصه ان احنا نتكلم مع الاستاذ عبده عبد الوهاب بشكل يعني في كل التفاصيل. ليه مفيش منتخب اول للسيدات في كره اليد؟ ده سؤالنا اللي طرحناه على متابعينا على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصه بصفحتنا اون تايم سبورتس على الفيسبوك. حابين نعرف برضو يعني اراء المتابعين وبعض الكومنتس اللي قالوها لنا. أول كومنت معانا من ملك سمير بتقول قرار غير صحيح لعدم وجود منتخب لكرة اليد السيدات، المفروض يكون في منتخب ويكون قوي جدا وينافس زي البلاد الأوروبية. إسلام فؤاد بيقول قرار مش صح لعدم وجود سيدات في المنتخب حتى يمثلوا بلدهم. أي نعم كل القرارات لازم نحترمها، ولكن هو قرار خاطئ لمنع السيدات من تمثيل بلدهم. وردة بتقول مساء الخير عليك يا مرهان، مساء الفل عليك يا وردة، قرار صائب صحيح جدا. ايه ده ليه كده وردة؟ عندنا ماجيك الماجيك، مساء الخير عليك يا مرهان، مساء الفل عليك يا ماجيك، بيقول علشان دوري يد السيدات ضعيف. إمام جمال بيقول مساء الفل عليكي، مساء الفل عليكي يا إمام، قرار مش مظبوط لأن لازم يكون للسيدات منتخب أول ويكون قوي وينافس زي كل البلاد الأوروبية. محمد مجدي بيقول هما الحقيقه مفيش اهتمام للسيدات من حيث الرياضه، عاده عاده سيئه طبعا، بس نحترم القرار بس هو مش صح. عمرو حسن بيقول لا مش مظبوط لان لازم يكون للسيدات منتخب ينافس على البطولات ويشيل اسم مصر. محمد حمدي ناصر بيقول ما ينفعش علشان المراه نص المجتمع ومن حقها ان هي تمارس الرياضه العربيه والعالميه زي الرجال. ايه الحلاوه دي؟ طيب بجانب التعليقات دي اللي احنا تابعناها من على صفحتنا على الفيسبوك، كمان في تعليقات اكتر وكومنتس هنكون بناخدها اثناء تواجد ضيفنا الاستاذ عبده عبد الوهاب عضو مجلس اداره الاتحاد المصري لكره اليد والمشرف على الكره النسائيه داخل الاتحاد. يعني توجهات جيده ان احنا نشوف سواء رجال او سيدات حابين ان هم يشوفوا منتخب اول لكره اليد سيدات بيمثل مصر، طموحاتنا عالية علشان عندنا الرجال ما شاء الله أقوياء جدا. مش ده المعيار، ولكن ده اللي بيقول ان احنا ممكن يكون عندنا فرصة ان احنا نشوف كمان منتخب يد قوي، خصوصا واحنا عندنا مش زي رياضات جماعية كتير بالنسبة للسيدات يكون عندنا محترفين في الخارج وفي الدوري الفرنسي، فدي كمان حاجة بتدعم ملف تواجد منتخب اول للسيدات بشكل اكبر. هنشوف اكيد الرؤية هتكون عاملة ازاي. طيب خلونا برضو نشوف الاخبار، واكيد اخبار كتير جدا على مدار حلقتنا. إلغاء كأس مصر كاراتيه. الزمالك يقترب من ضم نجمي يد هليوبلس. اتحاد الجودو بيدرس عودة النشاط بالتدريبات فقط. اتحاد الرماية بيستأنف العمل وبيعلن تعافي الموظف المصاب بكورونا. الأهلي بيجدد عقود نجمتا الكرة الطائرة.
اتحاد الطايره بيعلن خطته لاستئناف المسابقات المحليه. اتحاد اليد بيقترح اقامه قرعه المونديال في شهر اكتوبر. صالة صلاح الدين بدبي تستضيف مباريات كرة السلة الإماراتية. الأرجنتين تقرر عودة التدريبات المتأهلين للأولمبيكس. ونروح لفاصل وبعد هذا الفاصل نواصل مشاهدينا، خليكم معنا. مجدد الترحيب مرة تانية بحضراتكم مشاهدينا، ونبدأ تفاصيل أخبارنا النهاردة. وقرر مجلس إدارة اتحاد الكاراتيه برئاسة محمد الدهراوي إلغاء مسابقة كاس مصر للموسم الحالي بسبب توقف النشاط الرياضي لتفشي أكيد فيروس كورونا. القرار اتاخد خلال اجتماع الدهراوي عبر الفيديو كونفرنس في حضور عصام عبد الرؤوف والدكتور صالح عتريس عضوي مجلس الإدارة وأحمد رضوان رئيس لجنة المسابقات مع رؤساء ومدربي منطقتي الأقصر وأسوان. رئيس اتحاد الكاراتيه وعد ان هو يعمل سيمينار للتحكيم اونلاين ودوره مدربين على هامش كل بطوله قطاع جنوب الصعيد في الاقصر واسوان علشان يرفع مستوى المدربين ويعمل منتخب الاقصر واسوان والاستعانه بمدرب من مدربين المنتخب القومي. عشان نعرف تفاصيل اكتر معانا على التليفون الاستاذ سيد نصر عضو مجلس اداره اتحاد الكاراتيه. مساء الخير على حضرتك يا فندم. مساء النور يا استاذه نهاية، واهلا وسهلا بأسرة البرنامج كلهم وكل تحياتي اليوم جميعا. تحياتنا لحضرتك موصوله، وخلينا كده نعرف في البدايه هل كان من الصعب ان بطوله كاس مصر تستكمل؟ يعني ايه الحيثيات هذا القرار؟ اول حاجه لابد ان احنا نعرف ان مصلحه وصحه اللاعبين المصريين عندنا تيجي في المقام الاول ورقم واحد دون اي تحيز لاي مصلحه اخرى. معاك جدا. وكان عقد كاس مصر زي ما حضرتك عارفه كان ده هيضعنا في موضع التجمعات زي ده، وده كان السبب الرئيسي اللي خلانا نمنع او نلغي اقامه كاس مصر حفاظا على اللاعبين المصريين وعلى شبابنا وعلى اولادنا اللي احنا في الاول وفي الاخر مسؤولين عنه بكل تأكيد. طيب هل في مسابقات تانية اتلغت او ممكن تتلغي؟ ايه المسابقات المكملة في الكاراتيه، ولا انتوا لسه سايبين الموضوع كده يمشي بالتدريج حسب تطورات الفيروس وتطورات قرارات طبعا من قبل وزارة الشباب والرياضة؟ لا والله، خليني اقول لحضرتك ان في تنسيق دلوقتي مع اللجنة العليا للحكام برئاسة الدكتور عماد السرسي لعقد العديد من اللقاءات والدورات اونلاين باستخدام برنامج زوم. عايز اقول لحضرتك ان اتحاد الكاراتيه كان من الاتحادات السباقه باستخدام برنامج زوم لعقد اجتماعات وتداول الاقتراحات وعقد الاجتماعات الرسميه للمجلس. نقول برضو ان احنا ان شاء الله باذن الله في القريب العاجل خلال فتره وجيزه هيتم عقد معسكر لمنتخب مصر القومي للكبار اللي منهم وتحديدا اللاعبين المؤهله للاشتراك في الاولمبياد. بالاضافه برضو ان احنا في توجيه وفي تكليف للجهاز الفني لمنتخب مصر القومي عقد وحدات وقرعات تدريبيه للاعيب الفرق القوميه من خلال استخدام برنامج زوم، والتدريب يكون اونلاين ان شاء الله، وده ما وصل اليه مجلس اداره الاتحاد بالتنسيق مع الاجهزه الفنيه وحفاظا على صحه وسلامه اللاعبين المصريين. طيب بما حضرتك بتتكلم عن اللعيبه المتاهله للاولمبيكس، يعني ايه الخطه اللي انتوا عاملينها ليهم، وبدايه من امتى حاطينها كده حتى لو بشكل اكيد مش مؤكد 100% لان ده بناء على تطورات الفيروس ومدى امكانيه انتهائه سواء قريب او بعد الشر لو لسه في وقت هيكون مكمل معانا؟ احنا اولا بنحمد ربنا سبحانه وتعالى ان يمكن لاعبتنا المميزين وتحديدا واللي على راسهم كابتن جيانا فاروق، انت عارفه حضرتك ان دايما الالعاب الاولمبيه بتبقى العاب شبه رقميه وقياسات محدده، واحنا الحمد لله رب العالمين في الاول وفي الاخر لعبه فرديه، يعني نقدر من خلال تحديد وتعيين بعض المدربين المتخصصين لكل حاله على حده وضع برنامج خاص ليها للاستكمال وللتجاوز هذه المحنه اللي بتمر بها العالم كله بالكامل. احنا في القريب العاجل يمكن مش هيعدي شهر 6 الا وهناك معسكر وبرنامج محدد للاعيبه المؤهلين الى الاولمبياد باذن الله تعالى. ان شاء الله لن يمر شهر 6
الا وتكون المنتخبات كلها ان شاء الله المؤهله، اللعيبه المنتخب المؤهله تكون ان شاء الله مشتركه باذن الله تعالى. طيب يعني قرار الطبيب المتواجد مع كل اتحاد من قبل اللجنه الاولمبيه المصريه، كلمنا عن مدى اهميته بالنسبه لرؤيه حضرتك، لان كمان رياضه الكاراتيه بتعتمد على قوه بدنيه كبيره جدا، ومن متابعه طبعا اللجنه الاولمبيه المصريه للملفات اللي بيدخل فيها تناول منشطات من قبل اللاعبين، فتواجد الطبيب في التوقيت الحالي اصبح حاجه مهمه واساسيه جدا. احنا كلنا عارفين ان في بعض اللاعبين اللي بتتاهل لبعض الانشطه وبعض البطولات الدوليه والافريقيه والكلام ده كله، احيانا ما بيبقاش عنده ثقافه المنشطات. وممكن خلي بال حضرتك ان المنشطات دي انت ممكن تصطدمي بيها في احد الاطعمه زي اللحوم المستورده وما شابه ذلك. في الحقيقه الدكاتره المتخصصين، واحنا عايز اقول لحضرتك ان احنا عندنا يعني ناس متخصصين على اعلى مستوى كاتحاد المصري الكاراتيه، تمام، ونزيد على ذلك الاطباء المتوفرين من خلال اللجنه الاولمبيه المصريه على راسنا من فوق. لكن خلينا نقول احنا كاتحاد المصري الكاراتيه متوفر دائما وابدا دائما وابدا في حاله انعقاد دائم للدورات والنصائح والارشادات الدائمه، لاننا يمكن من كام سنه فقدنا لاعبه من احسن اللاعبين في منتخب مصر، وهي اللاعبه كانت في ذلك الوقت راضيه وعارفه نتيجه تعاطيها احد الاغذيه المحمله بهذا النوع من المنشطات، واعتقد ان دي كانت خساره كبيره جدا على مصر. وما اعتقدش ان احنا كمجلس اداره سواء اللي فات او الحالي عنده استعداد ان يتعرض لهذه الكبوه مره اخرى. ان شاء الله نكون بنتفاداها، وبتمنى لحضراتكم كل التوفيق، وباذن الله المعسكر اللي حضرتك بتؤكد على اقامته في شهر 6 يعني يحصل فعلا، ولكن مع سلامه اللاعبين اكيد من كل الاجراءات الاحترازيه اللي واضح ان انتم على درايه كامله بيها. بشكرك شكرا جزيلا الاستاذ سيد نصر عضو مجلس اداره الاتحاد المصري للكاراتيه. نروح لكرة اليد في نادي الزمالك، وفي مفاوضات متقدمة في الأيام الحالية من الجهاز الفني للفريق الأول لكرة اليد برئاسة باسم السبكي مع نادي هليوبلس علشان يحصلوا على خدمات الثنائي خالد وليد وسيف الدرع لعيبة فريق اليد. الساعات اللي جاية ممكن تشهد حسم الصفقة بشكل نهائي بعد الاتفاق على المقابل المادي المناسب والمفاوضات اللي اقتربت بشكل كبير جدا من النهاية. الزمالك طبعا عايز يدعم صفوفه بلعيبة على مستوى عالي ومن اللعيبة اللي صغيرة في السن علشان يبني بقى لمستقبل كرة اليد، واللي بيعتبر من أهم الألعاب في القلعة البيضاء واللي بتحقق دايما بطولات كتيرة جدا جدا. سيف الدرع واحد من يعني اللعيبة التقيلة، وهو طبعا اخو يحيى الدرع واحد من نجوم منتخبنا الاول وايضا من نجوم نادي الزمالك، واللي كان في كلام هل هيكون بيستكمل مشواره داخل القلعه البيضاء ولا هيكون في عروض ثانيه، وتحديدا كان الحديث عن النادي الاهلي ومطالبه اللاعب ان هو يكون في تزايد بشكل كبير في قيمه عقده. ولكن لو تواجد اللاعبين في صفوف النادي الزمالك اكيد هتكون بمثابه مباريات ممتعه جدا نتابعها للنادي الزمالك بوجود اثنين من عناصر منتخبنا المميزين جدا. نستكمل بقيه اخبارنا. وفي اتحاد الجودو، الخطه اللي تم وضعها لعوده النشاط الرياضي اعتمدت على التدريبات الفنيه والبدنيه للاعبين وتجهيزهم في الفتره الحاليه، ولكن عوده المسابقات والنشاط خارج الحسابات في الفتره الحاليه. اتحاد الجودو برئاسه مطيع فخر الدين اكد ان لعبه الجودو من الالعاب اللي بيكون فيها احتكاك عالي جدا بين اللعيبه، وده هيكون صعب مع فيروس كورونا. الاوضاع الحاليه طبعا بتؤكد كلام المسؤول مجلس إدارة اتحاد الجودو اللي شكل لجنة لدراسة عودة النشاط الرياضي وفيها أطباء متخصصين، قال إن الأفضل في حالة عودة النشاط الرياضي منتصف الشهر الحالي يكون بالتدريبات الفنية والبدنية وتدريبات أونلاين للعيبة، لكن يتم تأجيل المنافسات لحد ما الأوضاع الطبية تستقر ونتخلص بإذن الله من وباء كورونا. من الجيد جدا إن احنا نكون واقفين على أرض صلبة، يعني ما يكونش الحماس واخدنا ان احنا نعود بالنشاط الرياضي ولكن يحصل مشاكل من عودة المنافسات. فلو اي اتحاد حسس ان هو الرياضة بتاعته هيكون من الصعب اجراء بطولات فيها ومنافسات صعبة انها تستكمل، مفيش اي مشكلة ان موسم يتلغي من اجل صحة اللاعبين وكل بقى اللي هيكونوا موجودين في اي بطوله. بتتكلم على عدد اولياء امور كبير جدا جدا، بتتكلم على وجود اداريين حكام ناس موجوده اعضاء في النادي ماشيين، لو اي حد استخدم نفس الحاجه يعني انت
اي بطوله هتكون فيها عدد من الحضور كبير جدا جدا، صعب تنظيمها يبقى خلاص تتلغي، مفيش اي مشكله عشان نحافظ بس على سلامه الناس، لان احنا لسه مش عارفين البيك جاي امتى، جه ولا ما جاش، فلسه الاوضاع مش مستقره ان احنا نكون بنفتح كده موضوع البطولات اللي هيكون فيها تواجد لعدد كبير من المواطنين في نفس المكان واماكن مغلقه يعني. من الجودو نروح للرماية، اتحاد الرماية برئاسة العميد حازم حسني استأنف النهاردة العمل في المقر بعد توقف طويل جدا خلال الفترة اللي فاتت واللي تم فيها تعقيم وتطهير الاتحاد أكتر من مرة. الاتحاد استأنف عمله لاستقبال الأندية والمدربين اللي عندهم بعض الأمور اللي محتاجة إنهائها من الاتحاد، ودي خطوة طبعا لعودة النشاط الرياضي خلال الفترة اللي جاية. اتحاد الرماية أعلن كمان أن الموظف اللي اتصاب بكورونا اتعافى الحمد لله وخرج من المستشفى بعد ما تلقى العلاج، وكمان حالته بقت أفضل وهو في فترة راحة واستكمال فترة التواجد في المنزل بعد التعافي من كورونا. الحمد لله على سلامته الحمد لله، ويعني بيعود مرة تانية اتحاد الجودو او ان هو يكون بيستكمل، او الرمايه عفوا، ان هو يكون بيستكمل الفتره اللي جايه من داخل المقر، وباذن الله تكون كل الاتحادات كده قادره ان هي تزاول اعمالها مع الفترات اللي جايه. طيب نطلع فاصل اهلا بحضراتكم مره ثانيه مشاهدينا، ونروح للنادي الاهلي. اداره النادي الاهلي نجحت في تجديد تعاقد فريده العسقلاني وايا الشامي نجوم الكره الطايره سيدات لمده موسمين. العسقلاني والشامي هما لاعبتين الوحيدتين اللي عقودهم بتنتهي بنهايه الموسم الحالي، وبقيه لاعبات الفريق لسه عقودهم ساريه. الاهلي عنده فريق طايره السيدات محقق بطولات كتيره محليه وعربيه وافريقيه بقياده طبعا واحد من المخضرمين في اللعبه على مدار التاريخ الكابتن حمدي الصافي المدير الفني الفريق، واللي دايما هو من اهم عوامل نجاح الفريق بسبب خبرته طبعا الكبيره سواء في التدريب او كلاعب لمنتخب مصر والنادي الاهلي. طبعا الصافي بلغ الاداره انه في حاله عوده النشاط لازم يكون في فتره اعداد للاعبات واللي ما تدربوش تدريبات فنيه من اول وقف النشاط، واكتفوا بتنفيذ تعليمات الجهاز الفني بقى والخاصه بالتدريبات المنزليه عشان يحافظوا على اللياقه البدنيه بتاعتهم يعني بافضل حاله ممكنه. نعرف تفاصيل اكتر معانا على التليفون الكابتن فريده العسقلاني، واحده من نجوم النادي الاهلي الكره الطايره. مساء الخير عليك يا فريده. نور، ازيك يا مريهان، الاخبار؟ انت عامله ايه؟ كله حلو الحمد لله. في البدايه اكيد حابه ابارك لك على التجديد للنادي الاهلي، وكان في مناقشات طويله ولا جددت كده والموضوع كان سريع وسهل؟ الله يبارك فيكي. اولا لا، هو بصراحه احنا يعني انا وايا متفقين من الاول ان احنا عايزين نكمل في الاهلي، فبصراحه هم بيقدروا الحته دي وبيقدروا مطالبنا، فالوقت يعني الموضوع ما خدش طويل قوي. يعني احنا ممكن يكون من اول مع الكوارنتين وموضوع الكورونا وكده، اول ما قعدنا في البيت اتكلمنا مع كابتن حمدي وخلصنا الموضوع على طول، بس من يعني اتفقنا على طول، بس لسه مودين من قريب. طيب كان في عروض من انديه اخرى جايه لك، خصوصا اكيد على درايه ان كان عقدك خلاص بينتهي، فاكيد كان في برضو اخبار من انديه ثانيه؟ بصراحة يعني لا، احنا في الوقت اللي احنا جددنا فيه كان لسه في الاول خالص، لسه ما حدش عارف الدوري هيعمل ايه، فكان لسه في وقت مش يعني وقت مش كل الناس فيه بتطلب وكده، فاحنا يعني زي ما نكون اخذنا الخطوة دي قبل ما يكون في طلبات كتير او كده، بس وكده كده يعني بقية الاندية بيكونوا عارفين يعني ان احنا هنكمل يعني مع الاهلي. طيب انت واحده من نجوم منتخب مصر الكره الطايره الشاطئيه والكره الطايره عادي في الصاله، ايه الاقرب لقلبك؟ ايه الاصعب؟ يعني انا بشوف الاصعب طبعا على الرمله، بس يعني انت اللي لعبتي فانت اللي تقولي. لا انا بقالي حوالي 16 سنه بلعب اندور فولي في الصاله. يعني الصاله، وبقالي بس هو كام سنه من قريب جدا بلعب بالشاطئيه، فانا بالنسبه لي الشاطئيه دي حاجه تشالنجينج جدا وحاجه جديده بالنسبه لي. فبصراحه هي امتع يعني، هي اصعب بس امتع من الاندور، بس طبعا لا غنى عن الاندور برضه، يعني مش هقدر استغنى عنه كده كده، بس الحاجة الأمتع شوية هي البيت. فيو يعني الفانيو أحلى شوية. طيب قولي لي كده التدريبات المنزلية، وكنا نتناول في هذا الخبر إن كل التدريبات طبعا بيكون النادي الأهلي بيتابع معاكوا، ولكن قولي لي برضه أنتِ ماشية إزاي فيها؟
هو من الاول بيكون في تمرينات بنعملها، طبعا مش كل الوسائل مفتوحه لنا عشان احنا برضه في البيت، لكن على قد ما نقدر بنحاول نخلي البدني في مستوى معين. طبعا الحاجات دي ليها ups and downs عشان احنا برضه مش بنبقى ماشيين بالظبط، علشان احنا برضه في حاله بيبقى فيه برضه شويه كده زهق وملل. بس كاوفرول طبعا بنتمرن ممكن في الاسبوع كم مره، بس لا طبعا يعني في اوقات بنبقى اللي هو حاسين باحباط شويه، وقت مثلا رمضان بيبقى فيه تعب، ممكن يكون ده مش زي التمارين العاديه، بس طبعا بنحاول عشان في اي وقت لو الموضوع رجع نكون يعني قادرين واقفين على رجلينا. طيب قبل ما اسالك على منتخب مصر، ممكن اسالك على الكابتن حمدي الصافي، واحد من اسباب تالق اكيد فريق اليد للسيدات داخل النادي، او فريق الطائر عفوا للسيدات داخل النادي الاهلي، علاقتكم بيه، ودايما يعني بيكون في حته كده منتلي قادر يتعامل معاها دايما المدرب فيما يخص السيدات يعني. طبعا يعني هو كابتن حمدي شخص هارد وركر جدا، وفعلا يعني كل البطولات اللي احنا بناخدها دي علشان بس هو عنده ضمير في التمرين جدا، وفعلا عايز نعمل حاجه. فهو لما المدرب يكون كده غصب عن الفريق كله بيبقى زيه، بيبقى عايز ماشي بنفس الريتم بتاعه. وطبعا غير الحته المنتلي طبعا ان هو كان بطل ولعيب كره طايره جامد جدا داخل النادي الاهلي برضه، نادي الاهلي. طبعا كل ده يعني حاجات دي كلها على بعض بتوصلنا للمكان اللي احنا فيه ده يعني. طيب اخيرا يا فريده، مدى رضاكي عن مستوى منتخب مصر للكره الطايره؟ شايفه ان هو محتاج ايه؟ وبتطمحي ان انت تحققي معاه ايه؟ الكره الطايره الاندورز ولا الاندورز؟ خلينا في الاندورز. بصراحه اخر فتره يعني ما كانش احسن حاجه يعني، احنا كنا يعني انا ما اعرفش من زمان جدا جدا هما ما خدناش اول افريقيا، عشان بصراحه الفرق الثانيه قويه جدا يعني. احنا لما بننافس مثلا ناشئات او شابات احنا طول عمرنا بناخد اول، بس اول ما نطلع درجه اولى بناخد ثالث، يعني في حدود ثالث يعني، دايما الكاميرون وكينيا سابقنا. طبعا ده بيبقى محتاج ان احنا شغل عالي قوي من واحنا صغيرين وكده. وهما برضو يعني كينيا والكاميرون اجسام بدنيه غيرنا تماما. ده بيبقى محتاج ان احنا بقى نبدأ يعني احنا لو مين لي هنشتغل على حاجه هتبقى هي ان احنا نطور الفتنس بتاع البنات. لا بالعكس يعني، هما مش لو لعبنا معاهم قوه ضد قوه هما هيكسبوا، احنا محتاجين بقى نبقى حته المنتل اكتر اللي هو المهاري اكتر عندهم. فانا بتهيألي ان لو يعني اشتغلنا على الحته دي جامد قوي ان شاء الله يعني نبقى ناخد افريقيا مع فيسبوك. موفقين باذن الله فريده، وببارك لك مره تانية على تجديد التعاقد داخل النادي الاهلي. فريده العسقلاني واحده من نجوم الكره الطايره للنادي الاهلي، وجددت وهنشوف هتقدر تقدم ايه بقى كمان من طموحاتها مع منتخب مصر للفولي بول. اخبارنا مع الكره الطايره مستمره، لكن من اتحاد الكره الطايره واللي المجلس الاداره بتاعه حدد منتصف شهر يوليو اللي جاي ميعاد مبدئي لاستئناف مسابقتي الدوري للرجال والسيدات، وده حال طلع قرار رسمي باستئناف النشاط الرياضي يوم 15 يونيو طبقا لتاكيدات مجلس الوزراء ووزارة الشباب والرياضة. الاتحاد هيمنح الأندية شهر كامل للاستعداد وتأهيل اللعيبة واللاعبات فنيا وبدنيا، وبعدها هيتم الإعلان عن جداول الماتشات. اتحاد الكرة الطايرة أعلن أن الماتشات هتتلعب بنظام الدورات المجمعة وهتستغرق تقريبا 3 أسابيع، وهيتم اختيار ملعبين، واحد هيكون لدوري الرجال والتاني هيكون لدوري السيدات، وأن هيكون في تطبيق صارم للإجراءات الاحترازية والصحية. الاتحاد دلوقتي كمان بيدرس مقترح بإلغاء مسابقات الناشئين والناشئات خالص خلال الأيام اللي جاية، وهيكون في قرار بشكل بتشكيل لجنتي المسابقات والحكام. يعني أي اتحاد بيحاول يقلل عدد البطولات اللي عنده وعدد احتكاك اللاعبين ببعض، شايفين ده بيحصل من إلغاء مسابقات مختلفة في كل اتحاد. الكرة الطايرة وتجديد اللاعبات، نروح لكرة اليد. اللجنة العليا المنظمة لبطولة كأس العالم لكرة اليد مصر 2021 اقترحت إقامة قرعة المونديال في شهر أكتوبر اللي جاي، واللي حد دلوقتي مرشح إقامتها في متحف الحضارات. الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللجنة المنظمة للبطولة والدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد تفقدوا متحف الحضارات الأسبوع اللي فات.
اتحاد اليد بيسابق الزمن وبيعمل كل حاجة علشان يكون بيجهز لكأس العالم يطلع بشكل يليق بمصر، خصوصا في الفترة الحالية اللي فيها النشاط واقف، وده بيساعد كتير في إجراءات لكل الاستعدادات الخاصة بالصالات اللي هتكون بتشهد إن شاء الله استضافة البطولة. دايما هكون بستمتع إن أنا أتابع مراسم القرعة في مكان رائع ومميز في مصر، عشان هم كتير جدا زي ما بنتابع حفلات القرعة اللي بتقام لأي بطولة، ممكن نكون بنستغل أماكن كتيرة جدا سواء في العاصمة أو في محافظات ومدن أخرى، هنكون عندنا اختيارات كتيرة جدا. من الإمارات أعلن سالم المطوع الأمين العام لاتحاد كرة السلة الإماراتي عن تحديد صالة صلاح الدين بمدينة دبي بالإمارات لاستضافة مباريات دوري كرة السلة المقرر استئنافها في الفترة اللي جاية. الأمين العام لاتحاد كرة السلة قال في تصريحاته: بنستعد لعودة النشاط الرياضي ودراسة كل التطورات والسيناريوهات الممكنة بعد قرار عودة النشاط الرياضي. اتحاد كرة السلة الإماراتي كمان قرر انه هيكون بيستكمل المباريات، بس هيكون في اجراءات طبية عالية جدا ودقيقة، يعني كل الفرق هتعمل التحاليل للتأكد من عدم الإصابة بمرض كورونا، وهيتم كمان تعقيم كل الصالات والأدوات المستخدمة في الماتشات من اتحاد كرة السلة. اتحاد السلة الإماراتي عامل اجراءات طبية صعبة جدا وكبيرة جدا، علشان كده حدد صالة واحدة بس هيكون فيها كل الماتشات لضمان سلامة الجميع. بإذن الله يكون موفق اتحاد السلة الإماراتي في استئناف مسابقة. آخر أخبارنا النهاردة من أمريكا الجنوبية وتحديدا من الأرجنتين، واللي أعلنت الحكومة هناك عودة النشاط الرياضي ولكن للاعبين المتأهلين لدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2021 فقط، واللاعبين اللي لسه عندهم فرص إنهم يكونوا بيتأهلوا. الحكومة الأرجنتينية أخذت قرار عودة النشاط الرياضي ل 143 رياضي فقط، واللي ضمنوا التأهل لدورة الألعاب الأولمبية واللي عندهم فرص أكيدة للتأهل، لأن فترة التوقف أكيد ليهم هتكون طويلة جدا وهتأثر بالسلب على اللعيبة. الحكومة كمان الأرجنتينية قالت في بيانها إن في إجراءات طبية كبيرة واتباع لكل البروتوكولات الطبية والإجراءات الاحترازية للعيبة الدوليين علشان استئناف التدريبات ويكون في تجهيز بشكل مناسب دلوقتي بعد تأجيل الأولمبياد لمدة عام كامل. دي إجراءات خاصة بالنسبة للأرجنتين واللي بتحاول هي تكون بتجهز لأولمبيكس لعبتها خلال هذا العام. خلصنا أخبارنا، ولكن حديثنا لسه مطول، وأكيد إن شاء الله هنكون بنستمتع بيه بشكل كبير جدا، واحدة من أهم الرياضات في التوقيت الحالي بالنسبة لمصر وفي التوقيت السابق كمان، ولسه كمان بنعول عليها إن يكون في إنجازات أكبر من كده كمان بتتحقق في الفترة اللي جاية. هنستقبل ضيفنا النهاردة الكابتن عبدو عبد الوهاب، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة اليد والمشرف على الكرة النسائية داخل المجلس. عندنا كلام كتير جدا جدا عن كرة الدولية. حدث ولا حرج عن أجيال بتسلم أجيال، عن اتحادات كلها قادرة تقدم شغل مميز جدا للاعبين، وترفع بقى من طموحات الناس اللي بتحب الرياضة والناس اللي بتحب تشوف دايما علم مصر كده بيرفرف في المحافل الدولية. النهاردة حديث مطول عن كرة اليد المصرية وملفات مختلفة، من استعدادات مصر لاستضافة كأس العالم بإذن الله في 2021، وحديث بقى مطول عن ملف آخر فيما يخص كرة اليد النسائية. ليه ما عندناش منتخب؟ هل احنا البنات يعني مش قد المقام او حاجه، ولا احنا ايه اللي بيحصل بالظبط، وايه الخطه اللي وضعها الاتحاد المصري الحالي لكره اليد؟ بيشرفني النهارده تواجد واحد من نجوم منتخب مصر واللاعبين اللي قدموا الكثير لمنتخب مصر والانديتهم اللي لبس التيشيرت بتاعهم في التوقيت الحالي، وواحد من اعضاء مجلس اداره الاتحاد المصري لكره اليد والمشرف على الكره النسائيه الكابتن عبدو عبد الوهاب. سعيده جدا بوجودك يا كابتن، منور الدنيا. وأنا سعيد بوجودي هنا وبشكركم، وبشكر القناة على الاهتمام بالألعاب الأخرى غير كرة القدم، كرة اليد وكرة السلة وكرة الطائرة. أنا بصراحة مجهود كبير من القناة، سواء
في نقل الاخبار للاتحاد واللعبه، كمان اذاعه المباريات على الهواء، وده كانت حاجه من زمان ما حصلتش. ان بدا الدوري دوري السيدات ودوري الرجاله بدا يتذاع على الهواء، ودي كمان حاجه بقى لها مده كبيره كده ما كانتش موجود يعني. فبشكركم اكيد يعني. احنا اللي بنشكركم، لان اي اتحاد او اي رياضه بتعمل اللي عليها هي اللي بتجبر ان اي منصه زي منصه اعلاميه رياضيه ان هي تبص ليهم وتديهم حقهم وما يكونش بيلقبوا خالص بالالعاب الشهيده، وده اللي هنحاول دايما نكون بنعمله وبنبرزه من برنامجنا ملعب الابطال. هستاذن حضرتك قبل ما نبدا حديثنا تقرير عن حضرتك وعن الانجازات كلاعب وكمدرب، ونعود مره ثانيه. واحد من عمالقة كرة اليد كتب اسمه بأحرف من نور في تاريخ الملاعب المصرية، وحجز لنفسه مكانا في ذاكرة عشاق ومتابعي اللعبة في مصر والعالم العربي. عبدو عبد الوهاب ابن بورسعيد الذي أثبت نجاحا باهرا رغم عدم لاعبه لقطبي الرياضة المصرية، حتى بات عنصرا أساسيا في تشكيل المنتخبات القومية. بدأ عبد الوهاب حياته داخل جدران نادي بورسعيد، وقضى بين جنباته فترات تألق وحمل شارة القائد لعشرة سنوات متتالية، قدم خلالها أداء جيدا وحصد العديد من البطولات والألقاب، بالإضافة إلى قائمة طويلة من الإنجازات والنجاحات الفردية. سجل عبد الوهاب حضوره مع نادي بورسعيد في عدد كبير من البطولات، أبرزها ثلاث بطولات دوري وثلاث بطولات للكأس، بالإضافة إلى بطولة إفريقيا للأندية أبطال الكؤوس. كما يملك تاريخا مشرفا أيضا من المشاركات مع المنتخبات الوطنية، فشارك برفقة الفراعنة في كأس العالم 87 بفرنسا وكأس العالم 91 بالنمسا، فضلا عن الفوز بدورة الألعاب الإفريقية بالقاهرة وأمم أفريقيا بالقاهرة أيضا، وفضلية بطولة البحر المتوسط باليونان عام 88. وتمسك أيضا عبد الوهاب بالنجاح في عالم التدريب، فتوج بلقب البطولة الأفريقية للأندية عام 87 مع فريق بورسعيد، وتولى تدريب منتخب الشباب موالي 90، وحصد معهم المركز الرابع على مستوى العالم، بالإضافة إلى لقب الدوري البحريني مع فريق بربار البحريني عام 2009 وكأس السعودية مع القادسية. إنجازات عبد الوهاب الفنية لم تمنعه من اقتحام المناصب الإدارية، فهو يشغل حاليا عضوية مجلس إدارة اتحاد اللعبة، ويتولى مهام الإشراف على لجنة المدربين ومشرفا على كرة اليد النسائية. تاريخ مشرف كبير جدا للكابتن عبد الوهاب، واحد من نجوم منتخب مصر لكره اليد، ومع تحقيق انجازات كتير جدا. دلوقتي احنا في انتظار بقى المزيد من الانجازات فيما يخص دوره الاداري داخل الاتحاد المصري لكره اليد. اجدد الترحيب مره ثانيه بحضرتك، ونبدا الحديث عن الاستعدادات لاستضافه مصر لكاس العالم 2021. وصلنا لحد فين؟ لان كل متابعتنا الحمد لله ان الاشراف من قبل الاتحاد الدولي، الملاعب على اكمل وجه، الاستادات شكلها كويس، واكيد عندنا اوتيلات محترمه جدا. يعني قول لنا كده اخر الاخبار. اولا بشكركم على التحرير الجميل ده، وبتمنى ان شاء الله نزيد كاحنا كاتحاد مسقط اليد نزيد من الانجازات للعبه على المستوى الافريقي وعلى المستوى الدولي ان شاء الله. بالنسبه لكاس العالم يعني ان شاء الله الحمد لله الامور ماشيه على ما يرام. احنا الحمد لله دلوقتي بدات اللجان تتشكل، احنا عندنا اربع صالات هتقام عليهم هتلعب عليهم المباريات. انا عايز اقول لحضرتك حاجه، البطوله ديت اول مره بطوله يشترك فيها 32 دوله، وهتبقى في مكان واحد في بلد واحده، بعد كده هتبقى في بلدين وثلاثه. احنا عندنا اربع صالات هتقام على المباريات، صاله العاصمه الاداريه العاصمه الاداريه، ودي طبعا خلاص خلصت بقت جاهزه على الشغل يعني. عندنا تجديدات في الصاله الرئيسيه بالاستاد القاهره، ودي تقريبا برضو الشغل قرب يخلص. عندنا الصرح الكبير اللي هو صاله الاتحاد المصري لكره اليد في 6 اكتوبر ده يعني انا بقول للناس، بقول لكره اليد صاله الاتحاد المصري لكره اليد في 6 اكتوبر
هتنقل كرة اليد المصرية من المستوى المحلي للمستوى العالمي. صالة على أعلى مستوى، فيها مكان الاتحاد، فيها فندق للفرق القومية لكرة اليد، فيها كل الإمكانيات الموجودة لنجاح لعبة كرة اليد. هي تقريبا حوالي من 70-80% الإنشاءات بتخلص. احنا اخدين وعد من الشركة المنفذة بإذن الله على شهر 10 تكون كل الأمور خالصة. في كمان عندنا صيد برج العرب برضو، في نقول مثلا 70% في التشطيبات، برضو حاجة كويسة جدا. أربع صالات هيكونوا بعد كأس العالم كمان لخدمة الرياضة المصرية، حاجة مشرفة. احنا كاتحاد على طول في خلية نحل في الاتحاد شغالة. احنا أسندنا بطولة، أسندنا مدير البطولة كأس العالم هيبقى الكابتن حسين لبيب. عامة معالي الوزير الدكتور أشرف صبحي، الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي، كابتن هشام نصر، يوميا مش هقول لك اسبوعين، يوميا بيروحهم بيتفقدوا من الصلاة، بيشوفوا اخر استعدادات ايه. ده بالنسبة للشق الانشائي. نيجي بقى للشق الفني. احنا على طول الانتخابات بتاعتنا كانت شغالة على طول. احنا بس موضوع كورونا ده اجى وقف الدنيا شوية، لكن ان شاء الله من اول ما يطلع قرار معالي رئيس الوزراء بعودة النشاط من 15، متهيألي احنا من 15 ان شاء الله بنفس اليوم هنبدا المنتخبات بتاعتنا تشتغل. احنا عندنا مدرب عالي جدا، على اعلى مستوى، مستر بروندو. احنا ما شاء الله في السنتين اللي فاتت دول انجازات الاتحاد كرة اليد بالنسبه للناشئين بطل العالم. وده كان ليا الشرف اني كنت راس البعثه ديت. شباب ثالث عالم. المنتخب الاول ثامن عالم، بطوله افريقيا، واول مره نفوز على تونس. في تونس دي حاجه ما حصلتش في تاريخ كره اليد المصريه. الحمد لله ماشيين انجازات كويسه. عندنا كمان البنات، احنا مش بننساش البنات. لا بقى احنا البنات دي مش هناخدها في النص كده. عندنا بنات ما شاء الله منتخب 2002 اخد بطوله افريقيا. تمام. عندنا نفس المنتخب اخد ثالث بحر المتوسط. بس انا برضه عاوز اوضح حته بالنسبه لمنتخبات البنات. انا لا انا حته صغيره بس. طب حته صغيره عشان احنا ناخدهم حته كبيره في الاخر. انا لسه قريب ماسك الاشراف الفني على البنات، لكن انا معايا زميلتي كابتن منى امين. الست دي بقى الله العظيم تعبت جدا، بقى لها 7 سنين في الاتحاد. عملت كابتن منى امين عامل شغل كبير في الاتحاد جدا في موضوع المنتخبات السيدات والناشئات وبتاع. ست عامله شغل كبير جدا، وانا جيت بقى لي حوالي 6 شهور بساعدها في النواحي الفنيه بصفه ان انا عندي خبرات كبيره في النواحي الفنيه. لكن هي عامله شغل كبير جدا وهي معايا موجوده، فانا برضو بوجه لها التحيه من خلالكم ان هي شغلها واضح وما شاء الله عملت طفره في كره اليد النسائيه. طيب هنرجع للسيدات، بس خليني اخد يعني سؤال اخير عن بطوله كاس العالم او مونديال 2021 لليد. فكره ان هو يكون بيؤجل مطروحه ولا غير مطروحه على الاطلاق؟ لغايه اللحظه ديت الامور ماشيه عادي، بطوله في ميعادها، مفيش اي حاجه حتى اللحظه دي. والدكتور حسن مصطفى بصفته رئيس الاتحاد الدولي طلع وقال لغايه الوقت البطوله في ميعادها، واحنا شغالين كمنتخبات او بنيه اساسيه ان البطوله ان شاء الله في ميعادها ان شاء الله في شهر 1 باذن الله 2021. طيب نروح بقى للسيدات. تحت امرك. من يومين كان لينا مداخله مع حضرتك واتكلمنا عن ملف السيدات ده تحديدا. انا عايزه اعرف مثلا مبدئيا في ال6 شهور اللي حضرتك مسكت فيهم الملف لكره اليد النسائيه، ايه اللي حصل؟ طب احنا نتكلم اول على كره اليد النسائيه عامه، ولا حضرتك عاوزه تتكلمي على الفريق الاول؟ هنتكلم على قصه الفريق، بس هنتكلم عامه. بس انا عايزه اعرف حضرتك عملت ايه في ال6 شهور دي. احنا اولا احنا اول ما جينا واستلمنا الاتحاد كمجلس اداره جديد، كان عندنا منتخبين، منتخب مواليد 2000 ناشئين نشات، ومنتخب 2000 98 شابات. احنا اول بعد ما جينا بالظبط بعد ما استلمنا الاتحاد ب4-5 شهور رحنا كاس العالم للشابات والنشات. طب عملتوا ايه ليهم فتره اعداد؟ لا
احنا كنا لسه جايين. اول حاجه احنا برضو مثلنا الاتحاد، اول ما جينا كان في موضوع قضايا على الاتحاد، وكنا هل هنكمل ولا الاتحاد هيتحل وانتخابات جديده، فده برضو المواضيع ديت اثرت شويه في برنامج الاعداد، لكن احنا ما اثرناش. اول الجهاز الفني اللي كان موجود قدم لمجلس الاداره حاجه واحنا رفضناها، فروحنا كاس العالم. للاسف برضو انا كنت رئيس بعثة من البعثتين، كنت مع منتخب 2000. انا شفت بعينيا وانا راجل فني، وشفت منتخب الشابات راح كاس العالم الاولاني طلع الاخير، ما كسبش ولا ماتش وطلع الاخير. تمام. منتخب الناشئات طلع قبل الاخير، فاحنا لما رجعنا مجلس الاداره طلب مني كابتن عبد، انت راجل فني وكنت رئيس بعثة، شو عمل لي تقرير. فعملت تقرير. اول حاجه برضو كنت انا عشان ما انساش، منتخب 98 كان دي مرحله ملتهيه بالنسبه له، وكان خلص 98 اخر حاجه ليه، وكان خلص ما عادش ليه حاجه. فاحنا كنا بنتكلم على منتخب 2000. فانا قلت لهم يا جماعه، انا شايف ان اللي انا شفته ان اولا انتقاء اللعيبه بالاول ما كانش مظبوط. تمام. اجسام ممكن في بعض البنات وزن زياده، مهارات قليله، كلام من ده. فقلنا طيب يا جماعه احنا عاوزين نشوف حل الموضوع ده. اتفقنا مع الكابتن هشام نصر رئيس الاتحاد، مهندس هشام رئيس الاتحاد ومجلس الاداره كله، اللي احنا نعمل اختبار للبنات دي. طب انا دلوقتي لما مدرب اختار الشكل ده من البنات، هل بيتم محاسبه المدير الفني؟ ولا هو ما عندوش قماشه؟ لا لا، اصل انا فهمته من المدربين النادي الاهلي اياد والزمالك كانوا لسه في ضيافتنا، ان في قاعده ناشئين وناشئات محترمه. تمام. احنا اول ما رجعنا تم تغيير الجهاز، بس صح كده؟ تم تغيير الجهاز. بس انا عايزه ارجع لنقطه، احنا دلوقتي لما بنشيد دايما بالاتحاد المصري لكره اليد مع نتائج المنتخب الاول، لان معسكراتهم حدث ولا حرج عن المنافسات اللي بيلعبوها، فانا مش قادره احكم على اخفاق منتخبين 2098 من كلام حضرتك، لان انا متاكده ان هم ما شافوش معسكرات. لا 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 لا، بكامل بالعكس، لا احنا ما فيش اي منتخب او مدير فني اي منتخب بيطلب حاجه وهنقول له لا. طب هو لا طلب ولا ما طلبش؟ لا تعامل بتعامل معسكرات، بس كان البنات ساعتها بتوع 2000 خصوصا بتوع 2000 كان عندهم ثانويه عامه، فهو انتظر المدرب عما خلصوا امتحانات الثانويه العامه، فكان فتره الاعداد بالنسبه له قليله. انا في رايي كان فتره الاعداد بالنسبه له قليله، فعلشان كده هو الراجل ما قدرش. كان الكابتن اشرف والكابتن خالد هم برضو الناس كانوا معذورين شويه فتره الاعداد، البنات طالعين من امتحانات، الوقت قليل، البطوله احنا كنا في برضو ملبوخين شويه في موضوع القضايا وهنكمل. لكن ما احنا كاتحاد ما فيش مدرب، خصوصا بيبقى في برنامج لكل مدرب بيعتمد في اللجنه الفنيه في الاتحاد. طبعا في برنامج، في اعتماد للبرنامج، ما حدش يقدر يغير في البرنامج. فقلنا بقى فريق 2000 دي اللي هو كان ناشئات، قلنا عشان نشوف الوضع ايه نعمل لهم اختبار. تمام. فعملنا لجنه فنيه طبيه، جبنا دكاتره وجبنا ناس، يا جماعه عندكم المنتخب اهو يا بنات اتمرنوا لمده شهرين، وبعد شهرين هنيجي بكم نعمل لكم اختبارات. اجت اللجنه وعملت اختبارات للبنات اللي هم الناشئات دول مواليد 2000. انا ما اتعرض علينا التقرير بتاع الاختبارات ديت حاجه بعيده خالص على المستوى الدولي والافريقي وكل الناس اللي عملوا الاختبارات بعتوا لنا، حتى انا ساعتها اتكلمت قلت لهم يا جماعه الدكاتره انتوا متاكدين ان التقرير قالوا له صح؟ قالوا لنا صح. تمام. فاحنا قدام حلين، انت عندك الناس بيقول لك، الناس الفنيين او الدكاتره بيقول لك ان البنات دي محتاجه وقت كبير علشان ممكن يرجعوا تاني وكلام ده، فاحنا قلنا لا احنا نبدا حاجه جديده خالص. ايه هي؟ نعمل فرقه شغلنا احنا كمجلس اداره بانتقاء على مستوى عالي، نروح الانديه بقى. فبدانا نعمل منتخب 2002. اتعمل يعني منتخب 2002 ناشئات دول، يعني اقول لحضرتك على الفرازه ماشي، مفيش حد وزنه زايد، مفيش حد قصير، مفيش، لا لا. عملوا ايه؟ اول حاجه جابوا افريقيا، تاني حاجه جابوا تالت بحر متوسط، وبيلعبوا مع كرواتيا وفرنسا ورومانيا، فرقه ماشيه على مستوى عالي. الفرقه دي بيدربها الكابتن رامي والكابتن وليد ابو العطا. قلنا خلاص احنا ماشيين كويس كده، احنا عملنا منتخب 2004 جاهز برضه، جبنا الدكتور محمد فرغالي والكابتن شريف الشامي ومسكناهم، عملوا انتقال للبنات وعندنا دلوقتي منتخبين على اعلى مستوى.
دول ان شاء الله في خلال سنتين بالظبط يعني ممكن اقول لحضرتك احنا عامه تملي او مصر متسيده الناشئين الناشئات والشابات على مستوى افريقيا. تمام. لكن اما نطلع بره بيبقى في شويه في صعوبه. منطقي مفيش مشكله. فاحنا برضو احنا ماشيين باسس علميه وماشيين باستراتيجيه معينه على اساس ان المنتخبين اللي احنا عاملينهم دول 2002 و2004 احنا وراهم كل طلباتهم مجابه. حضرتك قالي من ورقه كده منتخب 2000 ده على طول معسكرات، منتخب 2004 انا كنت معاهم في اسكندريه وعلى طول هم في مركز الاولمبي معسكرين وبنات كويسه. ودول هم دول يعتبروا امل مصر. لكن احنا كاتحاد كره اليد عمرنا ما كنا ضد كره اليد النسائيه خالص، بالعكس احنا معاهم ووراهم وان شاء الله. بس الموضوع محتاج صبر. الموضوع محتاج وقت. حضرتك رياضيه وعارفه مفيش حاجه بتعمل في يوم وليله. انا فاهمه بس انا بتكلم يعني لما كنا في على الهاتف انا وحضرتك حضرتك بتتكلم ان الاتحاد الاسبق ما كانش في خطته وانتوا جايين ومفيش منتخب. ما كانش في فريق اول. مفيش فريق اول. بس احنا بنتكلم دلوقتي عليكم انتوا شخصيا وحضرتك بتتكلم ان انتوا اشتغلتوا اهو. متخيله ان لازم في واحد من الاجتماعات حضرتك تطرح الموضوع. طب ممكن اسال سؤال؟ اتفضل. في اي حد مسؤول سواء الكابتن هشام ناصر رئيس الاتحاد او اي حد من اعضاء مجلس الاداره انا والكابتن منى او الكابتن مؤمن او الكابتن عمرو او نبيله او الدكتور محمود اي حد من اعضاء مجلس طلع وقال يا جماعه احنا مش هنعمل فريق اول؟ لا بس ما حدش بيقول امتى او ما حدش بيقول والله لا يعني. انا بقول لحضرتك اهو كراجل فني أيوة. ومسؤول عن الناحيه الفنيه أيوة. ان في خلال سنتين بالظبط هيبقى في فريق اول. خلال سنتين. سنتين بالظبط. خلال سنتين. ايوه خدي وعد مني اهو. سجل. باذن الله. انا بقول لحضرتك لان احنا ماشيين صح، احنا عندنا دلوقتي فرقتين كويسين، هناخد البنات المميزات في فرقه 2000، فرقه 98، احنا عندنا كام لعيبه محترفه، كل دول هنضمهم على بعض، دول هيكونوا ان شاء الله نواه اللي احنا يبقى عندنا منتخب حاجه كويسه، احنا مش هناخد مش اول ما نشترك هناخد بطوله افريقيا، لا. احنا ما عندناش مشكله ان احنا يعني وحضرتك لو انت عندك وجهه نظر ثانيه قول لي. يعني انا مش بشوف ان هي فيها مشكله لو منتخبنا الاول لا قدر الله في اول كام مشاركه ليه اخفق لان ده المنطقي. ده حاجه طبيعيه عمر ما هتقفل مش حاجه تعبكم بس يعني. بس حضرتك ما ينفعش ان انا اروح اتغلب ويبقى شكلي وحش. وحش جدا اتغلب بسكور كبير جدا واخسر من كل الفرق. لا احنا برضو احنا دلوقتي بنهدي هم الناس ديت الافارقه او الفريق الاول الافارقه دول عندهم القوه والسرعه لكن احنا ممكن نتغلب عليها بالمهاره والتكتيك. يعني احنا لازم نشتغل نشوف الناس ديت. وبعدين احنا في تاريخ كره اليد النسائيه في مصر عمرنا ما خدنا بطوله افريقيا ولا كنا منافسين. تمام. لكن احنا منافسين في الناشئين في الناشئات والشابات طول عمرنا. احنا بالعكس بقى الولاد والرجاله احنا طول عمرنا في الولاد والرجاله احنا منافسين احنا والجزائر وتونس. فدي مش حاجه جديده لكن انا بقول لحضرتك احنا ماشيين بخطه صح ماشيين باستراتيجيه صح. وعد ان شاء الله مع المحترفات اللعبة كويسه من 98 و96 و2000 وبناتنا الجمال بتوع 2002 و2004 هيبقى عندنا منتخب كويس وحتى لما يرجع وان شاء الله ويشترك كمنتخب اول هيبقى منظوره كويس جدا. طيب يعني خبر اعتقد صار جدا بالنسبه لواحده من محترفاتنا في الدوري الفرنسي رحاب جمعه ان ممكن خلال سنتين بعد مطالبات كثيره ان هي تلبس تي شيرت المنتخب. مساء الخير عليك يا رحاب. مريان طبعا عليكي وعلى مشاهدي برنامج ملاعب الابطال الكرام وتحياتي طبعا لكابتن عبدو عبد الوهاب عضو مجلس اداره اتحاد كره اليد. منوره الدنيا. وكابتن عبدو بيؤكد لي ان شاء الله خلال سنتين هيكون في منتخب اول. كنت معانا من اشهر كده عبر الهاتف وكانت مطالبه كبيره جدا وانت دايما بتقولي انا بتواصل مع المنتخب مع الاتحاد ومفيش ردود فيما يخص فريق اول قادم يعني للمنتخب الرياضي. بصراحه انا طبعا انا حابه يعني في عيني حابه طبعا اشكرك جدا وحابه ان انا اقول ان انا حلم حياتي ان انا فعلا العب باسم منتخب مصر. وده مش حلمي انا بس يعني ده حلم كل بنت في مصر نفسها تمثل بلدها ونلعب بالتيشيرت بتاع مصر. يعني اي حد فينا لما بيتفرج على كاس العالم سيدات بيكون في منتخب انجولا وتوني احنا نفسنا بنزعل جدا ان احنا نفسنا نبقى زيهم ونفسنا نبقى منتخب قوي وان احنا نقدر وعندنا كوادر في مصر قويه جدا ونقدر نعمل منتخب محترم.
وعندنا منتخبات طبعا زي ما كابتن عبدو قال عندنا منتخب 2096 خد ثالث افريقيا راح كاس العالم منتخب 98 خد كاس العالم طبعا منتخب 2000 خد بطوله افريقيا 2002 خدوا افريقيا يعني كل دول جيل وشباب ونقدر نعمل حاجه كلنا مع بعض انا والله مش بهاجم الاتحاد خالص لكن انا ممكن اكون يعني انا نفسي عندي حماس ان انا العب لبلدي مش ما عنديش اي مشكله خالص مع اي اعضاء مجلس طبعا الاداره في الاتحاد المصري لكن انا نفسي انا نشارك باسم بلدنا اخر مره شاركنا فيها 2012 عملنا مركز كويس على قد الامكانيات اللي حضرتك يعني اديتها لنا بتهمش المنتخب سنوات وفي الاخر تطلبوا مننا ان احنا المركز لا لازم يبقى فيه خطه ولازم يبقى فيه احتكاك ولازم يبقى فيه معسكرات لازم يبقى عندنا ربع الاهتمام زي منتخب الرجال يعني عايزين الربع بس وبعد كده ادونا مده زمنيه ممكن الربع يا كابتن عبده جميل الربع كويس يا ريت ارحب على الربع انا عايز بس اقول لها ان شاء الله كابتن رحاب انت باذن الله لازم تنقل خبراتك الكبيره ديت لزملاتك اللي هيبقوا ان شاء الله جداد معاكي انت عندك خبره كبيره في الاحتراف انت وزملتك الثانيه في المحترفه لازم انتم هتبقوا نواه للمنتخب الاول ان شاء الله ما نعمل المنتخب لازم تنقلوا الخبرات بتاعتكم للاعبات الصغيرين اكيد لازم تتعلموا منكم ونقل الخبرات ده مهم في كل المجالات طيب الربع اللي انت بتتكلمي عليه يا رحاب انت حباكم موجه بشكل طبعا معسكرات ومباريات يعني كلميني كده الاهتمام اللي انت شايفاه يكون كافي ان احنا زي ما كابتن عبده بيطالب او بيامل ان ظهور منتخبنا الاول لكره اليد ما يكونش بمثابه تمثيل مشرف لان احنا مش متعودين على كده من اليد المصري يعني. اللي انا طالباه الربع يعني نفسي بس نتجمع قبلها بسنه احنا اي قبل اي بطوله نتجمع قبلها بشهر اوكي شهر بالظبط نتجمع ازاي تروح بطوله افريقيا وتجمع اللعيبه قبلها بشهر، احنا ما بنبقاش فاهمين بعض، احنا بندخل كده زي ما بيقولوا بدعاء الوالدين، جمعونا قبلها بسنه يا جماعه او سنه ونص، اهلونا صح، خلونا نحتك نجيب فرق او كده، على فكره عايزه اقول لك لعيبات كتيره في مصر يعني ما عندهمش اي مانع ان هم حتى يساعدوا بندخلهم هم من جيبهم هم بس عشان يمثلوا مصر، انا بقول لك الكلام ده وانا واثقه فيه يعني احنا مقدرين طبعا ميزانيه الاتحاد المصري، لكن احنا ممكن نعمل مبادره يعني ممكن نساعد مثلا الاتحاد لو ما فيش المهم احنا عايزين نلعب باسم بلدنا مش عايزين حاجه من الاتحاد عايزين بس يهتموا بينا يعملوا لنا معسكر يعملوا لنا مثلا بطوله وديه مثلا في اي بلد عربيه زي شوفي يعني شوفي تونس كانوا ايه ودلوقتي تشوفي لاعبات مواليد 2000 بيلعبوا درجه اولى وبيروحوا بطوله افريقيا والبنات بتحترف زي كده زي الروز الثانيه بتحترف ليه بقى عشان في احتكاك وفي ثقافه وفي بلاننج الناس كلها ماشيه عليها، احنا برضو لازم نبدا وعندنا ناس محترمه يعني عندنا لعيبه جدا لعيبه كتير في مصر عندك امنيه خالد حارس مرمى النادي الاهلي شهيره بوني فرح الشاذلي حبيبه وليد دينا هاني كشكوش ميرنا خالد ليلى هيثم في كتير قوي روان خالد ساره خوري ملك شاهين شيمان وزير في لعيبه كتير كويسين قوي فانا نفسي والله العظيم يعني انا مش هفضل طول عمري العب يعني في واحد زي ما بيقولوا ما يخش زمن وزمن غيره لكن انا نفسي افيدهم بخبرتي نفسي يعني اساعدهم لا احنا عايزينك تخلي رجلك في الملعب كده السنتين اللي جايين هانت ان شاء الله انا مستبشره خير جدا بكابتن عبده وانا من الناس اللي انا بحترمهم جدا وما اقدرش طبعا اكيد يعني اي كلمه يقولها طبعا انا باخدها باخد كلمه منه سواء سنه او سنتين بس اتمنى يبقى في يعني جديه في معسكرات قبليها على الاقل السنه يعني عايزين نتحرك عايزين نعمل حاجه لبلدنا مش عايزين يعني عايزين نفرح احنا نقدر وفي بنات كتيره في مصر يقدروا للاسف واسفه ان انا بقول كده في لعيبات كتير في مصر بيخافوا يتكلموا بيخافوا يتوقفوا ويحصل لهم اي مشكله مش لا اكيد لا يا كابتن اي حد يقدر يتكلم اي حد لا 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 لا, لا صدقيني تمام بس يعني ان شاء الله الفتره اللي جايه يكون فيها تالق ليكي بتمنى لك كل التوفيق في مشوارك الاحترافي وباذن الله قريبا كده نشوفك انت وبطلاتنا متديين تيشيرتس منتخب مصر لكره اليد فريق اول رحاب جمعه واحد من نجمات كره اليد المصريه محترفات في الدوري الفرنسي بشكرك شكرا جزيلا حماسها الصراحه يا كابتن يعني انا عايز اوجه لها رساله اكيد ان في بطولات اكيد انا عايز اوجه لها رساله باذن الله تحاول تشد حيلها شويه ترفع من مستواها هي وزميلتها المحترفه اكيد دول كل ما يكون مستواهم عالي اكيد في الاخر
كل المردود كويس على كره اليد المصريه باذن الله. التوفيق يعني ان شاء الله. ان شاء الله. استاذن حضرتك نطلع لفاصل وبعد الفاصل نواصل، خليكم معانا. بجدد الترحيب مره تانية بحضراتكم مشاهدينا، ولسه الكابتن عبد الوهاب منورنا وحديث مطول عن اكثر من ملف فيما يخص كره اليد المصريه. كنا قبل هذا الفاصل يا كابتن عبد بنتكلم عن تحديدا ملف كره اليد للسيدات والفريق الاول. كان سؤالنا النهارده حاطينه على صفحتنا يعني او مواقع التواصل الخاصه بقناه اون تايم سبورتس، عن هل شايفين ان في ظلم بيقع على كره اليد المصريه كون ان ما فيش منتخب اول. جالنا تعليقين حابة أخد تعليق حضرتك عليهم. أول تعليق معنا من أميمة تيسير، بتقول قرار مهين لكل لعيبة يد وبيترجم حرفيا أنتوا غير لائقات لتمثيل بلدكم، أنتوا دون المستوى المطلوب، اتحاد نتائج ونتائجكم تحت الصفر، لا نعترف بكم أو بمحترفات، إنما أساسا هو من صنعة إيدينا من ناشئات 2002 وهم نوالوا منتخب قادم بعد سنتين أو ثلاثة. يعني هي بتقول ان هي اتكلمت كتير جدا في الموضوع ده، وحضرتك المفروض تكون عارف اسمها. تمام. يعني تؤكد ان هي اكيد ده كانت معايا في كاس العالم. طيب يعني مدام اميمه طبعا صديقه عزيزه واخت فاضله، هي بتحب كره اليد من زمان ومهتمه بكره اليد. هي بنتها بتلعب في منتخب 2000 وبنت بصراحه لعيبه ممتازه جدا. لا احنا ما قلناش كده، احنا بنقول احنا ما بنتكلمش على عناصر فرديه، احنا بنقول الفريق عامه ككل. هل الفريق عامه ككل كان ينفع يكمل بهذا المستوى ولا ما ينفعش؟ طب هسال حضرتك سؤال. تفضل. هل حاسس ان كان في تقصير من الاتحاد في التواصل مع الناس اللي بتطالب بالفريق الاول؟ يعني تحس ان مثلا الحاوي بتتكلم هي هاتت كتير جدا في الموضوع ده، فوصلت لمرحله من ان هي متضايقه جدا. هل في انا برضه هل في حد كلم المهندس هشام ناصر بصفته رئيس الاتحاد وهو قال له لا؟ خلي بقى الموضوع ده اتصار اكتر من مره وفي اكتر من برنامج، وفضل المهندس هشام ناصر رد عليه. انا رديت مدام منى امين هي كانت مسؤوله ولغايه دلوقتي مسؤوله عن كره اليد نسائيه، ردت كلها بالرد، بنقول يا جماعه عاوزين نمشي بطريقه علميه، عاوزين نعمل استراتيجيه نعود. ايه الاستراتيجيه؟ اللي احنا نطلع فرقه على بأسس علمية، انتقاء على مستوى عالي، كمهاري شغل مهاري على أعلى مستوى. هتبدأوا ولا بدأتوا الكرايتيريا دي؟ أيوة خلاص. احنا ما احنا قلت لحضرتك احنا فريق 2002 دي هي النواة المنتخب الأول. ماشي. دي النواة، النواة بدأ أهو بقاله سنة أهو. عندهم بطولة كأس عالم، عنده كأس عالم شهر 9. إن شاء الله. من 29/9 لغاية 11/10، يعني الفرقة بدأت تمشي على الطريق بتاعها، داخل وراها على طول أهو منتخب 2004. داخل وراه منتخب 2004 عنده بحر متوسط السنه دي في اسكندريه شهر 11. الفرقتين موجودين هم، احنا ماشيين وراهم وبنساندهم وكل طلباتهم مجابه. حضرتك تسال من ورايا، ما فيش اي مدرب في المنتخبات دي طلب مننا حاجه، او انا ومدام منى واحنا او وعرضناها لمجلس الاداره، ومجلس الاداره كله بيوافق. كابتن هشام، الكابتن مؤمن، الكابتن عمرو، دكتور محمود، الاستاذ نبيل خشبه، كل الناس بتوافق، ما فيش اي حاجه بتترفض. زي ما بنمشي احنا في البنين، احنا ماشيين في البنات والله. ما فيش تفرقه خالص. بس برضه لازم نعرف ان عدد المبارزين في اللعب في كره اليد النسائيه في مصر قليل جدا. بس اقول لحضرتك حاجه، فضل. لو بقى في منتخب اول باكد لحضرتك انه عددهم هيزيد. طب يعني انت فاهم قصدي، انا لو بنتي هلعبها طب انا شايفه مستقبل. طب انا هسالك سؤال تاني. اتفضل. عدد الفرق، عدد الانديه اللي فيها فريق اول كام نادي؟ قليل اكيد. ممكن بتاع 9 انديه. ليه بقى؟ علشان مفيش منتخب اول. يعني هو دي طبعا يعني انا لو بلعب رياضه ومش شايفه ليها مستقبل، لا انا هقعد. هو النادي ليه؟ هو النادي ماله ان في منتخب اول؟ النادي انا كلاعيبه مش هيبقى عندي طموح. فاهم حضرتك قصدي؟ اه. يعني هو لو في منتخب اول، انا باكد لحضرتك، انا لو ولية امر هقول لبنتي روحي العبي باسكت بقى لو انت طويله وجسمك بنيانه. طيب ان شاء الله في منتخب اول باذن الله زي ما اتفقنا. يبقى كده هيبقى في عندكم ناشئين. وان شاء الله. لا احنا عندنا قاعده
حتى ان البنات الصغيرين في المين هاند بول انا بروح اتفرج في بدا يبقى في قاعده بالظبط في قاعده كتيره كابتن يحيى وكابتن اسامه بس في البنات الصغار 2007 و2006 و2008 و2010 في بدات في قاعده قاعده كبيره جدا وممكن ان شاء الله في بعد كده يكونوا محصلين الولاد يعني في قاعده كويسه بس احنا عندنا فراغ في الحته الفوقانيه ديت هو ده اللي وصلنا لكده بس ان شاء الله زي ما احنا ماشيين كده انا بقول لحضرتك تاني بقول لك هيبقى عندنا منتخب اول ان شاء الله ووعد من الاتحاد الموجود ده ان احنا سجلنا خلاص بدانا ان شاء الله قبل نهايه الدوره بتاعتنا باذن الله هيكون في منتخب باذن الله. طيب اخد بس اخر تعليق في النقطه دي بعد كده ممكن بقى نتكلم في مواضيع اخرى ونقفل هذا الملف. كابتن سميره زغلول او تعليق البنات مش في خطة الاتحاد أصلا رغم أن كل منتخبات البنات اللي اتعملت بداية من منتخب 96 انتهاء بمنتخب 2002 مش بيتصرف عليهم وبيترموا في كل البطولات الدولية ومفاجأة أن البنات بتحقق أفريقيا وبتتأهل لكأس العالم وطبعا ده مش في حساباتهم فيرموهم تاني. أنا أرد على حضرتك أول حاجة منتخب 96 ده احنا جينا ما كانش موجود احنا جينا كان في منتخب 98 و2000 96 ده كانش موجود احنا كان في 2000 و2002 احنا طب حضرتك تسال دلوقتي منتخب 2002 ليه اعداد خارجيه لسه المدرب مقدم لي برنامج بتاعه الفني واحنا اعتمدناه في كاس العالم في مرتين معسكر خارجي في معسكرات مقفوله على طول بس انا ان شاء الله ربنا يكرمنا بس والموضوع الكورونا ده ينتهي وبادئين نشتغل هنعمل تجمع في اسكندريه لعبه اسكندريه تجمع في القاهره لمجموعه القاهره وبعد امتحانات الثانويه العامه المجموعتين هينضموا على بعضهم في معسكر مقفول لغايه كاس العالم بيتخلل الموضوع ده باتنين معسكر خارجي قبل كاس العالم ان شاء الله. ملف مهم جدا باذن الله يكون بينتهي بتفعيل منتخب اول لكره اليد السيدات بعيدا عنه بقى فنيا منتخباتنا كلها للرجال حاجه تشرف ويمكن ده اللي بيخليني بتكلم بحرقه شويه ان انا حاسه ان احنا عندنا القدره ان احنا كاتحاد منظم زي حضراتكم وطموح وعارف هو بيعمل ايه ان احنا كمان نكون بنستغل تواجدكم مع منتخبات للسيدات. توقعاتك ايه فنيا لمنتخبنا الاول في المونديال القادم بصعوبته بنتكلم في 32 منتخب وعلى ارضنا باذن الله وبعون الله على الشغل اللي احنا ماشيين بيه كده وربنا كده سهل لنا كده والغمه بتاعت الكورونا تنتهي. ايوه انا بتوقع باذن الله نخش كنا احنا من دول الاربعه باذن الله يا رب طموحنا لا ان شاء الله احنا منتخبنا منتخب واعد عندنا مدرب على مستوى عالي خبرات وشباب عندنا عندنا مدربين مصريين كمان مساعدين المدرب الاجنبي كويس جدا كابتن طبعا كابتن حسين زكي والكابتن هاني الفخراني مع جهاز طب على مستوى عندنا رئيس لجنه الفرق القوميه كابتن علاء السيد راجل بيخطط كويس وفاهم كويس عندنا الكابتن مؤمن صفا عضو مجلس اداره المشرف على امين الصندوق المشرف على المنتخبات راجل برضه شغال كويس لكن انا برضه عاوز ارجع واقول لحضرتك ما فيش تفرقه بين البنات والبنين اللي بيتقدم لمجلس الاداره الحمد لله بيتم الموافقه عليه ما فيش حاجه بترجع او حاجه تقول لا نفس الاهتمام ده هو نفس الاهتمام ده والامور ماشيه عادي بس طبعا احنا نتائج الرجال بتجبركم طبعا على مستوى العالم احنا ما شاء الله دلوقتي مصر بقى حاجه لا انا متاكده ان يعني المعسكرات القويه والمنتخبات الكبيره اللي منتخبنا الاول بيلعب معاهم بتبقى نص الطلبات جايه من اصلا الطرف الاخر يعني. انا عايز برضه اقول لك حته برضه احنا برضه لازم نعرف ان طبيعه البنت المصريه بتختلف شويه عن الافارقه وغير الولد انت احنا اول ما البنت بتكبر الجامعه ثواني بس يا كابتن ما بقاش ده الكلام ده بص عندنا كام بطله خطوبة في رياضات خطوبه مش عارف خلاص ايه خلاص السوق واقع يا كابتن جواز. ما بقاش في جواز اتمنى 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 ان شاء الله بس والله تاكيد لا لا يعني اسمح لي اقول لك حضرتك بص على نتائج في الرياضات المختلفه بص اصلا على التصنيف العالمي مثلا للسكواش شوف التوب 10 في قد ايه بنات شوف هدايه ملاك شوف جيانا فاروق لا ان شاء الله الكره اليد هتبقى وراهم يعني ان شاء الله اول مره هتبقى كره اليد كلعبه جماعيه في الانسات هتكون ان شاء الله هتوصل سواء افريقيا او عالميا باذن الله ان شاء الله باذن الله. طيب بعيدا عن منتخبنا ومنتخب السيدات اللي احنا في انتظاره حضرتك تاريخ كبير جدا ومن المفارقات ان احنا نشوف لاعب كان مدرب وكسب البطوله وهو الاثنين فكلمنا بقى عن القصه هو الصدف الكويسه اللي انا كنت كابتن نادي بورسعيد وكان عندنا بطوله افريقيا في كونغو
كان ماسكنا الدكتور ادي مرسي، فقبل البطوله الدكتور ادي لظروف معينه سافرنا ما اعتذر وما جاش معانا. فاحنا رحنا البطوله ما كانش معانا مساعد مدرب. فالحمد لله يعني انا وزميلي الكابتن عصام بركات احنا كنا اكبر اتنين في الفرقه، احنا الحمد لله تولينا الامور سواء انا في الملعب هو بيدير، سواء هو في الملعب انا بدير، وربنا كرمنا وبينا للناس ان فرقه بورسعيد دي ما كانتش فرقه يعني بتاعت يوم وليله. لا انا الحمد لله خدنا 3 دوري 3 كاس، احنا عندنا ما شاء الله في بورسعيد طلعت لعيبه كبار جدا، الكابتن عصام بركات، الكابتن محمد السيد، الكابتن عادل الشرقاوي، الكابتن احمد عبد الحليم، الكابتن علي ابو العلا، الكابتن احمد الالفي، الكابتن طارق الجيزي، الكابتن كمال الشربيني، الكابتن هشام عطوط، يعني الكابتن عماد صفا، جيل كابتن مجدي سليمان، جيل كبير جدا، جيل اجيال. وحتى منتخبات مصر احنا كنا في وقت من الاوقات كان 5 لعيبه من بورسعيد في منتخب مصر. انا يعني من خلال البرنامج بتاعكم انا بشكر كان في 2 في بورسعيد هم اصحاب الفضل لما وصلت لي كره يد بورسعيد، الله يرحمه الحاج حسن عمار والله يرحمه الحاج توفيق رزق، دول هم دول اللي عملوا كره اليد بورسعيد، وهم دول احنا الواحد طلع تلاقيهم. في كمان عندنا كان عندنا الكابتن سيد سوقي، الكابتن محمد بلال، الناس دي عملت برضه شغل كتير جدا. حاليا دلوقتي في اللي هو طارق عمار رئيس نادي بورسعيد، الراجل بيحاول، في الاستاذ احمد رزق. ما انا عايز اسال حضرتك يعني دلوقتي الانديه اللي بره اهلي وزمالك اليابلس الانديه دلوقتي متصدره، وانديه الاقاليم يعني بالتحديد مفيش فيهم مواهب ولا من كتر مواهب في اهلي وزمالك؟ لا لا الموضوع مادي قله امكانياتها. هات حضرتك انت الامكانيات الماديه الموجوده عندها الكبيره دي وده الاقاليم هترجع. احنا اما كنا كويسين ليه؟ كان رئيس النادي بتاعنا جامد جدا، وكان عمر الشعب، وكان الحاج حسن عمار، وكان بيجي اي حاجه. احنا كنا كل سنه الفرقه الوحيده في مصر بتعمل اعداد خارجي. اتمنى ان بورسعيد ترجع زي ما كانت. في الاستاذ احمد رزق دلوقتي موجود مع اللي هو طارق عمار، وصاحب مع الكابتن عصام بركات رئيس الجهاز، الناس دي شغاله كويس وبتحاول، بس هي مشكلتهم الامكانيات الماديه. انا بشكر برضو انا ما بنساش الدعم اللامحدود اللي بقدمه اللي هو عادل غبار محافظ بورسعيد للرياضه بورسعيد، وانا بشكره من خلالكم معالي اللي هو اركان حرب. بصراحه انا بعد ما رجعنا من كاس العالم للناشئين وانا كنت رئيس البعثه، الراجل عمل لي احسن تكريم في بورسعيد، فانا بشكره وبتمنى من حضرته ان هو يدعم نادي بورسعيد اكتر. وكرة اليد ممكن ترجع، هو الراجل واقف على كرة القدم بصراحة مع النادي المصري كويس جدا. أتمنى إن هو حضرته برضه يدعم نادي بورسعيد أكتر، ونادي بورسعيد أو كرة اليد في نادي بورسعيد أكيد بدعم سيادته هترجع وهترفع اسم بورسعيد في المستوى. إحنا قريبين جدا، بورسعيد عندها قاعدة كبيرة جدا من الناشئين، رغم إننا الإمكانيات المادية قليلة، لكن عندنا قاعدة كبيرة جدا من الناشئين، ولغاية دلوقتي بورسعيد بتمد المنتخبات القوميه باللعيبه. انا حابه اشكر حضرتك شكرا جزيلا، وعايزه اقول لحضرتك ان احنا ممكن نكون بنتكلم بحرقه كده على المنتخب الاخر، لان احنا عندنا ثقه فيكم كبيره، وعارفين ان انتوا اكيد حابين تضيفوا انجاز لهذا المجلس، واكيد هيكون انجاز مهم جدا لو فعلا في عهدكم اصبح في منتخب اول السيدات. وانا وعد مني ان شاء الله اول ما نعمل منتخب حاجه حضرتك اجيلك بقى واقول لك اهو. لا ده على راسي من فوق والله. واشكرك شكرا جزيلا يا كابتن عبده، موفق باذن الله، وموفقين باذن الله في تنظيم كاس العالم والمونديال القادم، كل الدعم ليكم اكيد في الفتره اللي جايه. الف شكرا يا فندم. بشكر حضرتك كابتن عبده عبد الوهاب، واحد من نجوم منتخب مصر لكره اليد، عضو مجلس اداره الاتحاد المصري لكره اليد، والمشرف على ملف كره اليد النسائيه. نورنا النهارده، وان شاء الله خلال سنتين يكون عندنا منتخب اول للسيدات. حابه اشكر حضراتكم ايضا شكرا جزيلا على المتابعه، وباذن الله غدا لقائنا يتجدد مع حضراتكم في نفس الميعاد، حلقه جديده من ملعب الابطال مع زميلي محمد غانم. تقبلوا تحياتي والى اللقاء.